السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة جس محسن، مرحبا بكم في الفيديو الثاني من سلسلة فيديوهات ديال لوجيسيال فلو ماستر. دونك في هذا الفيديو غادي نشوفوا الكالكول ديال بي اش او. هاد لاطاج كنديروها في جوج ديال الحالات، الحالة رقم واحد الكالكول دو بي اش او بور لي غادي، والحالة رقم جوج على ود لي دوني اللي كنحتاجو بور لو كالكول دي زافويلمون اون نافال ديال لي زوفراج داسينيسمون باش كنعرفوا لي باغافو اللي غادي نادوبتيهم. دونك في هذا المثال غادي نشوفوا الحاله رقم 2 اللي من خلالها غادي نعرفوا لا سيرفاس موي والبيريمتر موي ديال لا سيكسيون اون نافال. دونك بالنسبه للمعطيات الاساسيه عندنا لي زاليمون جيومتريك ديال لا سيكسيون دو تي ان اون نافال كما كتشوفوا معايا في هذا الاكستري، كذلك الكويفيسيون ك اللي هو الكويفيسيون دو ستريك اللي كيساوي 30 بالنسبه للتيران ناتوريل. عندنا ايضا البونت ديال التيران ناتوريل اللي خدينا في هذا المثال 1%، واخيرا ديبي دو بوينت اللي كيكون ادروا ديال لوفراج بروجيتي واللي خدينا في هذا المثال 35 متر كوب بار سكون. اما بالنسبه للريزولتا ديال الفلو ماستر كما كتشوفوا معايا في هاد جوج ديال ليزيستري، لقينا لا سيرفاس موي 10.17 متر كاري، وكذلك البيريمتر موي 8.40 متر، والبي اش او هو 7.42. دونك نخليكم مع اهم المراحل ديال هاد لاطاش.